My name is Mahmoud. I live in the city. I come from Saudi Arabia. The goal is to go to Germany because I took the opportunity, inshallah, to complete my master in mechanical engineering. My name is Marta. I come from Germany and I teach at the Goethe-Institut. My students learn very well. It makes really fun to watch the progress and im Endeffekt deutsch sprechende Schüler zu haben. Den ich das. Den. Den ich das. Die und das. Sehr gut. Ich heiße Nazira, ich bin 17 Jahre alt. Ich werde die Sprache lernen, damit ich كتب إن شاء الله وبعدين بتخصص وكمان بتكون فرصة لحتى الإنسان يتعرف على يحسن هواياته. في نفس الوقت يتعرف على ثقافة جديدة وشعب جديد. اسمي دكتور حازم، أنا استشاري جراحة عظام، تخصصي مفاصل وقدم وكاحل. سبب وجودي في أو إني أنا في معهد جوتا لأنه أنا بحب أتعلم لغات كثيرة وعندي محاضرات كثيرة في ألمانيا وفي كل أوروبا، وجدت إنه المكان هذا هو المكان الأفضل لتعليم اللغة أو إعطاء البيسك أو المعلومات الأساسية، المعلومات الأساسية اللي تفيدنا في التحاور والتعامل مع زملائنا الأطباء في ألمانيا وفي أوروبا. إيش هايسة غيدة أحمد، بدي أروح ألمانيا عشان أدرس الطب، بس لأنه حلمي وبس عشان هاي ألمانيا يعني.